هذا هو الطريق القاري الذي يربط بين السودان وأثيوبيا، طريق القضارف دوكا القلابات. ومن هنا من دوكا سنتجه شرقا إلى محلية القريشة، ومنها إلى الفشقة والمناطق المتاخمة للشريط الحدودي مع أثيوبيا. نحييكم من هنا من محلية القريشة، تحديدا هنا من خور كاكوم الذي يفصل بين دوكا وتبارك الله. كثير من القصص والحكاية التي تروي معاناة الإنسان في هذا المكان، تحديدا في فصل الخريف. نحن المعاناة اللي عانينا وفلسطين معنا. المواطن كان بتخوف عن المنطقة دي بالذات. ما زلنا نتجول في الفشقة. وصلنا إلى هنا إلى منطقة اللية التي شهدت أكثر الحوادث مأساوية، حيث قامت الميليشيات الأثيوبية بقتل 5 نساء وطفل هنا في هذه المنطقة. وصلوا من في الطقعكة دي، نزلوا من حميرهم واحدين، ربطوا واحدين ما ربطوا، ظهروا لهم 2 حمش قال لهم ثابت. لقيناهم 5 كلنا مستشهدات، معاهم الطفل اخونا ابراهيم. ما اقدر احكي لك، لكن والله العظيم انا من معاني شديده استعطشت الحدود عامه. يعني نحن هنا في واتكولي التي تبعد 9 كيلومترات فقط من الحدود الدوليه الفاصله بين السودان واثيوبيا. هذا هو نهر عبر الموسمي الذي يفيض في موسم الخريف. عندما يفيض هذا النهر تنقطع الحركة بين شرق النهر وغربه، وهذا ما يضطر إليه المزارعون السودانيون إلى ترك أراضيهم شرق النهر. خور ده ذوي إجمالة معناتها لو جد بالحديد ما تقدر تطلع. اضطرينا نخلي الزراعة في الشرق. نحن هنا على بعد 17 كيلو من آخر نقطة حدودية في حدودنا الشرقية، وهذا هو جبل مصعب. في هذا الجبل كان هنالك ارتكاز للجيش الأثيوبي الذي استهدف الشهيد النقيب كرم الدين، فكانت انطلاقة الشرارة التي جاء بعدها الجيش واستعاد هذه الأراضي في بركة نورين. وجود القوات المسلحة اتمنينا والواطبيقة ما شاء الله الناس في الشرق وتجي. عندما جاء قوات الشعب المسلح ربنا فجر خيرات كثيرة في هذه المنطقة. الفشقة كل الحكاية.